الركنية عند جاسم النجار يرسلها عالية، فرصة هدف عالمي من جاسم النجار. الله عليك يا ولد، لعبها ووضعها في مقتل، وأول أهداف اللقاء صاحب الأربعة أهداف. شاهد يا عيني، فرصة خطيرة للتحيل أمام المرمى، جول التعادل يأتي عن طريق بدر المرفدي. إذن التعادل يأتي عن طريق بدر، ويظهر البدر مجددا ويحرز سابع أهداف. يا سلام، يا فرصة خطيرة، فرصة والهدف الثاني قريب من العربي، جول ثاني للعرباوية، خطأ فادح هذه المرة من الحارس معتز بالله، والثنائية من الخطير المكير من جاسم النجار. يا عيني على المرور، ويا السلام على كرة عالية داخل منطقة الجزاء، والهدف الثالث، الهدف الثالث يأتي لصالح العربي بعد التسديدة الطويلة كما سجل في الهدف الأول. هنا تتكرر بنفس الطريقة، ولكنها هذه المرة أبعد بخطأ كان، والحارس يشاهد الثاني. دياب طه يتقدم، جول ثاني لصالح الاتحيل. إذن دياب طه يقلص النتيجة مع بداية الشوط الثاني.